تأتينا من تركيا إيرادات حسب انحسار الأمطار وحسب الخزين المتوفر. أما من قبل الجارة إيران فانخفضت الإيرادات لسد أوكان بحدود 70%، وانخفضت الإيرادات إلى دربنديخان 100%، أي أن الإيراد دربنديخان صفر، ما زال منذ فترة تجاوزت تقريبا 10 أيام أو 12 يوم، وهذا ما نعمل عليه الآن للتفاوض مع الجانب الإيراني. وافق الجانب الإيراني على زيارة الوفد العراقي لمناقشة هذه التحديات، من ضمنها إيرادات دوكان ودربنديخان وكذلك إيرادات نهر الكارون. هذا الموضوع مهم بالنسبة إلى العراق لأنه يجب أن يتم معالجته. نحن مؤمنون أن هذه السنة انخفض الخزين في المنطقة بالكامل نتيجة لانحسار الأمطار وعدم تكون الغطاء الثلجي، ولكن هناك مواثيق مهمة في هذا الموضوع، أي أنه عندما ينخفض الخزين يجب أن يكون هناك تقاسم للضرر، أي أن على إيران الجارة إيران أن تطلق لنا كمية بحجم الخزين المتوفر لديها والمتوفر لدينا. لا نطلب المستحيل ولا نطلب كميات خيالية، نطلب الكميات التي بموجب الخزين المتوفر. لذلك سوف نعمل على مناقشة هذا الموضوع، لأن هذه السنة هي سنة شحيحة، وننتظر إن شاء الله بعد عودتنا، زيارتنا ستكون خلال 10 أيام القادمة إلى إيران. هذه هي الملفات المهمة التي سوف نناقشها مع جارة إيران، وبصراحة نتأمل منهم خيرا إن شاء الله أن يتم إطلاق كميات لتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله. بس سيادة الوزير، مياه السد الإقليمي يأتي إلى جنوب والوسط العراق، لكن أنتم قطعوا رواتب موظفين السدود للإقليم. لم تقطع الحكومة المركزية الرواتب، الرواتب أقرت بالموازنة، وهناك التزامات على الإقليم وعلى الحكومة يجب أن يتم الاتفاق عليها للإطلاق. لا يوجد قطع ولا توجد أي نية للحكومة بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، هم نفس الموظفين في كل العراق، الكل مهتم بهم، ولكن هذه هي اتفاقات والتزامات على الجميع الالتزام بها. سبب هذه الزيارة سيد الوزير؟ هل هذا يؤثر على العراق وسيكون تأثيره كبير على مناسيب نهر دجلة والفرات؟ أي دولة تعمل على تنفيذ سد دون أخذ بنظر الاعتبار رأي دولة المصاب بالتأكيد سيكون لها تأثير، وهذا ما نعمل عليه بالتنسيق مع جارة تركيا وجارة إيران بنفس الوقت. يا الله، شكرا جزيلا، شكرا.